صباح الخير كل اللي بيتابعونا، وحلقة جديدة من حلقات بنصبح عليك. النهاردة أنا موجودة معاكم سارة الهلالي، وحلقة جديدة ليوم الجمعة، يوم الخير، يوم الأمل، يوم التفاؤل، يوم التقلبات الجوية. يعني النهاردة الناس كلها نازلة مش عارفة تتقل في اللبس ولا لأ، الجو برد حر لسه يعني مش عارفين، ولكن زي ما بنقول كده الاحتياط واجب. الجو بصراحة هو جميل ومشمس وكل شيء، ولكن علينا ايه الاخذ بالاحتياطات. النهاردة احنا حضرنا لحضراتكم فقرتين كالعادة، هيكون معانا فقرة مع المونولوج، والمونولوج الحقيقة نوع من انواع الفنون اللي بيجسد فترات مهمة في حياتنا. في وقت كان المونولوج هو وسيلة للانتقاد، وسيلة للتعبير عن الرأي، وسيلة ايضا للتسلية، وكان عندنا نجوم رائعين في فن المونولوج. النهاردة هنستضيف المونولوجيست فيصل خرشد، وهيحكي لنا عن ذكرياته في حرب أكتوبر، خصوصا وأنه هو كان ليه مشاركات مهمة. كمان مشاهدين الكرام هنتكلم عن هنتكلم عن استراتيجيات إعلامية، وهنتكلم أيضا هنستضيف دكتور طارق الشيخان رئيس مؤتمرات الشرق الأوسط للاستراتيجيات الإعلامية، وكمان هنستضيف الدكتور رضا بكلية الإعلام الأزهر، وأمين كلية الإعلام جامعة الأزهر، ده يعني التايتل مظبوط وهنتأكد منه أيضا إن شاء الله لما نقابله. وإن شاء الله تكون فقرتين مفيدين وممتعين لحضراتكم. حالا أنا أقدر أطلع لفاصل قصير، ومن بعده نرجع وأولى فقرتنا على الهواء وأخبارنا السريعة، وبنصبح عليك على طول مشاهدين الكرام وفقرة الأخبار. وأول خبر معنا بنبدأه بكلمة الرئيس السيسي في المؤتمر الصحفي المشترك مع بوتين. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الجانبان الأفريقي والروسي سيستمران في التنسيق لمتابعة تنفيذ مخرجات هذه القمة، بما يحقق أمال وطموحات شعوب قارتنا الإفريقية وشعب روسيا الاتحادية الصديق. وأضاف الرئيس السيسي في كلمته بالمؤتمر الصحفي مع رئيس جمهورية روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين حول نتائج المنتدى الاقتصادي الروسي الإفريقي والقمة الإفريقية الروسية أن المسؤولية ستظل ملقى على عاتقنا جميعا للبناء على ما تحقق، والعمل سويا لتعزيز مخرجات النسخة الأولى لقمة روسيا إفريقيا لتعكس بشكل أفضل احتياجات قارتنا الإفريقية وتطلعات شعوبنا وأبناؤنا داخل وخارج القارة الذين يتابعون قمتنا آملين أن تنجز الكثير وأن تجسد نتائجها واقعا تستفيد الأجيال الشابة الصاعدة من ثمار والنتائج الإيجابية. السيسي قمة أفريقيا روسيا تترجم الإرادة السياسية للزعماء المشاركين. كما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي أن البيان الختامي للقمة الأفريقية الروسية يعكس الأولويات المشتركة بين روسيا وإفريقيا، مشيرا إلى أن القمة بحثت قضايا التعاون في مختلف المجالات بشكل صريح بين الأطراف. ووزير الدفاع في مؤتمر بالصين يجب تعميق التعاون الدولي المشترك لمكافحة الإرهاب. عاد إلى أرض الوطن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بعد زيارته إلى جمهورية الصين الشعبية على رأس وفد عسكري رفيع المستوى في زيارة رسمية استغرقت عدة أيام، حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمية بمقر وزارة الدفاع الصينية، وعزفت الموسيقى العسكرية للسلام الوطني لكلا البلدين، كما استعرض حرس الشرف وكان في استقباله الفريق أول وايفينغ عضو مجلس الدولة ووزير الدفاع الصيني. وأجرى القائد العام للقوات المسلحة العديد من المباحثات الهامة تناولت نقل وتبادل الخبرات العسكرية وزيادة أوجه التعاون العسكري المشترك بين كل من البلدين في مجالات التسليح والتدريب المشتركة والتدريبات المشتركة والتأهيل والتدريب للكوادر العسكرية على كافة المستويات. ورئيس منطقة قناة السويس مصنع لتصدير الزيوت باستثمارات 300 مليون دولار. شارك المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية بقناة السويس في اليوم الثاني لفعاليات قمة روسيا إفريقيا بجلسة أفاق جديدة للتعاون بين روسيا وإفريقيا والمنعقدة
بمدينة سوتشي الروسية برئاسة رئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والروسي فلاديمير بوتين. وقال بيان للمنطقة الاقتصادية أن أهم المحاور الخاصة بالجلسة كانت عن فرص الاستثمار والتنمية أمام الدول الإفريقية في المناطق الاقتصادية المختلفة، وتحديدا عرض خاص عن الفرص الاستثمارية في المنطقة الصناعية الروسية المقامة بشرق بورسعيد في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، متحدثا عن تعاون الهيئة مع مركز الصادرات الروسي في آليات جذب الشركات الروسية للاستثمار في المنطقة والحوافز والتسهيلات والمقدمة للمستثمرين، حيث أبدت أكثر من 26 شركة روسية رغبتها في التواجد داخل هذه المنطقة. والثقافة والناشرين المصريين يناقشان تطوير سور الأزبكية والمكتبات. يواصل اتحاد الناشرين المصريين برئاسة الناشر سعيد عبدو مناقشة عدد كبير من المشروعات العامة التي تخدم صناعة النشر بصفة خاصة وتدعم الثقافة بصفة عامة، وذلك مع وزيرة الثقافة. وتم عرض عدة مشروعات، وهي مشروع تطوير منطقة درب الأتراك بالأزهر والتي تضم عشرات المكتبات الأثرية ذات الطابع المميز، وهي تجسد جزء كبير من التراث الفكري والحضاري للبلاد، بهدف الخروج بتلك المنطقة لتكون مزارا سياحيا ثقافيا من خلال دراسة التطوير والتنسيق الحضاري لتلك المنطقة الهامة بوسط القاهرة. الآثار تزيل المياه الناتجة عن الأمطار في المواقع الأثرية. قال الدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية أنه تمت إزالة المياه المتراكمة في حدود المناطق والمواقع الأثرية وأسطحتها لضمان سلامة هذه المنشآت. وأكد الدكتور جمال مصطفى أن جميع الآثار في حالة جيدة ولم تتأثر سلبا بالأمطار، وتم التأكد من ذلك خلال الجولة التنفيذية التي قام بها برفقة رؤساء الإدارات المركزية ومديري عموم المناطق الأثرية جميع المناطق التابعة للقطاع للوقوف على حالتها والتأكد من سلامتها عقب الأمطار الكثيفة التي تعرضت لها القاهرة الكبرى، مؤكدا أن حالة الطوارئ ستظل قائمة بالتفتيش المختصة وحتى الانتهاء من موجة الاضطرابات المناخية الحالية. ومن أخبار الرياضة، الزمالك يفوز على جينير أسيون ب1-0 ويتأهل دور الـ16 بدوري أبطال إفريقيا. تأهل فريق الزمالك إلى دور الـ16 لدوري أبطال إفريقيا عقب الفوز على جينيرسون بطل السنغال بهدف دون رد في اللقاء الذي أقيم باستاد السلام، أحرزه مصطفى محمد في الدقيقة 18 بعد أن انتهى من لقاء الذهاب وانتهى بهزيمة الزمالك 1-2 أمام جينيرسون بطل السنغال باحتساب خاصية الهدف خارج الملعب بهدفين. وآخر خبر معنا النهاردة أخبار الطقس. الأرصاد تناشد مواطني السواحل الشمالية الالتزام بالمنازل اليوم لسوء الأحوال الجوية. الطقس تقلبات جوية وتوقعات بسقوط أمطار على القاهرة حتى السبت. الطقس الجمعة يشهد فرص لسقوط الأمطار على القاهرة ومحافظات الوجه البحري مستمرة غدا وحتى يوم السبت المقبل، وذلك بحسب توقعات مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية محمود شاهين. وقال شاهين في تصريحات أن البلاد ما زالت تتأثر بحالة من حالات عدم الاستقرار بالأحوال الجوية على أغلب أنحاء الجمهورية، كما أن فرص سقوط الأمطار بين متوسطة لغزيرة ما زالت متوقعة على السواحل الشمالية وشمال الدلتا والبحيرة كفر الشيخ المنصورة ومدن القناة وشمال ووسط سيناء، قد تصل لحد السيول بشمال ووسط سيناء. وإن شاء الله ربنا معانا ونتوخى الحذر، وبإذن الله تكون أيام يعني تعدي على خير، والمطر دايما بيكون خير إذا قدرنا إن احنا نتعامل معاه بالشكل المظبوط. الوقت ده اللي ملوش حاجة ضرورية يعني في الشارع يفضل إن احنا نبقى في البيوت، نظرا لازدحام الشوارع والمشاكل يفضل إن احنا ناخد بالنا كمان من الكهرباء. وإن شاء الله ربنا يسلم ويكون كل شيء خير ويكون الكل على قد مستوى الحدث. كده بتنتهي أولى فقراتنا، وحالا نقدر نطلع لفاصل من بعده ونستقبل أولى فقراتنا الحوارية على الهواء مباشرة. انتظرونا وبنصبح عليكم.
مشاهدينا الكرام وبنعود لحضراتكم مرة تانية. والحقيقة يعني أثبتت كل التجارب أنه الإعلام علينا الاهتمام به بشكل كبير جدا، لأنه أداة من أدوات أي دولة، أداة مهمة ممكن تستخدم لصالح المواطنين ولصالح الدولة، وممكن تبقى يعني زي ما بنقول شوكة في ظهر الوطن، ممكن يتم من خلالها نشر يعني معلومات خاطئة، ممكن من خلالها يتم تضليل المواطنين وما إلى ذلك. الخبر كان بيأخذ يعني ممكن أيام على ما يوصل من قارة لقارة، النهاردة أي حاجة بتحصل في أي مكان في الدنيا بينتشر بشكل سريع جدا، سواء كان من خلال وكالات الأنباء اللي كانت الوسيلة الوحيدة لنشر المعلومة. النهاردة أي مواطن عادي يقدر ينشر أي معلومة بغض النظر هي كانت صحيحة أو لا. اسمحوا لنا نتكلم عن أهمية الإعلام وإزاي بيكون وسيلة وسلاح مهم في أيدي الأعداء أو في أيدينا إذا أحسننا استخدامه، من خلال خبرائنا اللي بيشرفونا النهاردة في هذا المجال. برحب بدكتور طارق الشيخان، رئيس مؤتمرات الشرق الأوسط للاستراتيجيات الإعلامية. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا فندم، صباح الخير عليك. زميل ومن السعودية الشقيق، أهلا بيك. وكمان بنستضيف الأستاذ الدكتور رضا أمين، وكيل كلية الإعلام بجامعة الأزهر. أهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. وخليني في البدايه اتكلم ابتدي معاك على طول، لانه كليه الازهر من الكليات المهتمه بشكل كبير بشان الاعلام، ويعني احنا طول الوقت بنتكلم عن تجديد الخطاب الديني، طول الوقت بنتكلم عن المنابر باختلافها، وحضرتك مختص بالجزء الخاص بالإعلام. إزاي حضرتك بتشوف تأثير الكلمة النهاردة على الشعوب، وقد إيه مهم إن إحنا نوعي الناس بالكلمة، خصوصا وإحنا النهاردة بنتكلم عن إعلام مختلف، إعلام الإلكتروني والرقمي وغيره؟ نعم، أولا بصبح على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. أهلا. وإن شاء الله أتمنى لهم جميعا صباح سعيد ويوم سعيد إن شاء الله. في البداية أنا هاخد من كلام حضرتك إن الإعلام سلاح مهم جدا، وهو بالمناسبة سلاح ذو حدين، يعني إذا أحسننا استغلاله واستخدمناه بشكل إيجابي فإنه بإمكاننا أن يعني نقدم ما يفيد المجتمع وما ينهض به وما ينشر الوعي وما ينشر المعرفة بين الجماهير العريضة بين الناس، من خلال منصات الإعلام الرقمي المختلفة، وعلى رأسها طبعا شبكات التواصل الاجتماعي التي مكنت لأي فرد أن هو يدلي بدلوه في مجال الإعلام، وأن هو يتحول من مجرد هاوي إلى إعلامي يمكنه أن يؤثر في الجماهير، ويمكنه أن يعني يؤثر إيجابيا في المجتمع، وهو ما ندعو كل مدون وكل ناشط في السوشيال ميديا أن يقوم بذلك. والجانب الآخر هو الجانب السلبي لوسائل الإعلام يعني الرقمية، التي من خلالها يمكن أن تنتشر الشائعات، ويمكن أن يتم نشر ما يسمى بالفيك نيوز أو الأخبار الزائفة أو الأخبار التي يعني من شأنها أن تثير البلبلة ومن شأنها أن تعبث بأمن المجتمعات. وبالتالي فهو سلاح ذو حدين، يجب علينا أن نقوم بتوعية الناس وتوعية الجماهير وتوعية الناشطين والمتواجدين في السوشيال ميديا، وخاصة المؤثرين منهم، أن يكونوا على درجة من الوعي، لأن هذه الكلمة التي يكتبونها أو الصورة التي يلتقطونها ثم يقومون بنشرها أو إعادة بثها هي أمانة، يعني يسأل عنها الإنسان يوم القيامة. ومع ذلك فيعني الواقع بيقول أن في الكثير من المخالفات في هذا السياق، عشان كده إحنا بنوجه رسالة من خلال هذا البرنامج ومن خلال القناة الثانية إلى كل ناشط وكل متواجد على السوشيال ميديا وكل يعني مدون، أن يعي جيدا أن الكلمة التي يكتبها أو الصورة التي يلتقطها قد يكون لها تأثير كبير جدا، قد تكون سبب يعني يترتب عليه أشياء كثيرة جدا، وبالتالي عليه أن يستحضر هذه المعاني وهو يجلس على الفيسبوك أو تويتر أو إنستجرام أو غيرها من شبكات التواصل الاجتماعي الشهيرة. لابد أن يستحضر هذه المعاني ويضع يعني ليس فقط المصلحة الفردية له، إنما المصلحة الجماعية. المصلحة الجماعية يقصد بها هنا مصلحة المجتمع بأكمله. هناك يعني إطار لابد أن لا نخرج عنه، وهو إطار المصلحة الاجتماعية أو مصلحة المجتمع أو المصلحة العليا للمجتمع. لا نقول إن نحن عايزين يكون في إعلام موجه إن إحنا نوجه الناس ونقول لهم اكتبوا كذا وما اكتبوش كذا، لا،
احنا بنقول ان كل واحد يتحلى ب يتاكد على الاقل. صحيح. نعم. طب احنا من باب او لو حضرتك بتتكلم عن الاخلاقيات يعني خليني اروح لدكتور طارق، واذا سمحت لي يعني كلام دكتور رضا رائع في الحديث عن الاخلاقيات. من باب اولى ان اللي بيعمل في المجال الصحفي او المجال الاعلامي ان يعني على الاقل يتحلى بميثاق الشرف الاعلامي، ده ما بنلاقيهوش دايما. كل عايز ينجح بشكل سريع، الكل شايفين نماذج الحقيقه نجحت او مش هقول نجحت لان انا من وجهه نظرنا هتكون فاشله، وانما عملت يعني بروباجندا حواليها وقدرت ان هي تحقق بوم كبيره كانت بسبب الاخبار اللي ممكن ما تكونش سليمه جدا. دور المؤتمرات في توعيه الاجيال الجديده وهي لسه بتدخل في المجال الاعلامي، لانه انا لو عايزه اوعي المواطنين اللي بيشاركوا المعلومات عليا ان اوعي اساسا اللي بيكتب الخبر. نعم، اصبح عليك واصبح على شعبنا العظيم في جمهوريه مصر العربيه. هذا البلد الذي نحمل له كل تقدير وكل احترام، والذي نعتبره رمز من رموز الهوية القومية العربية. وقد دعا سيدنا يوسف عليه السلام وطلب من ربه أن يحفظ هذا البلد، ربي اجعل ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ومنذ ذلك الوقت وحتى الآن وإلى يوم القيامة إن شاء الله ستبقى مصر عزيزة وآمنة في مقيميها وفي مواطنيها إن شاء الله. طبعا بداية أنا أثني على كلام البروفيسور رضا، وحقيقة تتطرق لأمور كثيرة جدا سوف أقتبس بعض منها، ولكن بداية دعينا نتكلم عن ما معنى الإعلام. حينما نذكر كلمة الإعلام، ما معنى الإعلام؟ الإعلام بكل بساطة هو الإعلام في الشيء، الإخبار بالشيء. فكل من يخبرك بمعلومة، كل من يخبرك بخبر أو بحدث أو أيا كان هو شخص إعلامي، ولذلك مفهوم الإعلامي ينطبق على الجميع. الأم إعلامية لأنها تنقل أيضا معلومات وتنقل أخبار وتنقل تعليم إلى أبناء، فبالتالي هي إعلامية وتمارس الإعلام. طبعا هي مش عارفة انها هي اعلامية، لكن في الوضع الحالي لا، الجميع اعلامي. خطيب المسجد ايضا اعلامي يمارس الاعلام طبعا من خلال الخطابة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان ايضا اعلامي، اخبر بالرسالة واعلم بالرسالة. ايضا سيدنا عيسى عليه السلام، وايضا الانبياء. اذا نحن امام شيء نمارسه منذ بدء الخليقة حتى يعني إلى أن يرث الله الأرض وما عليها. لكن المشكلة الآن يا أستاذ سارة، وهذه ذكرناها في المؤتمرات، أننا نعيش في فوضى إعلامية بين مدرسة تنتهج يعني قدر من المصداقية، قدر من الشفافية، قدر من العدالة الاجتماعية، ومدرسة اللي ذكرها الأستاذ البروفيسور رضا حينما تكلم على الجانب السلبي، مدرسة تعتمد على الكذب وعلى التدليس وعلى تحريف الحقائق. أكثر ناس يمارسون الإعلام الجديد هم الفئة اللي ذكرتيها أنت، اللي هو فئة الشباب. وهذا فئة الشباب إن لم يتم السيطرة عليهم من خلال طبعا إفهامهم، من خلال تدريسهم، من خلال غرس المبادئ الإسلامية أيضا فيهم، ما ينفعش يجيني خبر كاذب أنقله في الواتساب، لأنه أنا في هذه الحالة حتى في القوانين أعتقد الجرائم الإلكترونية بروفيسور تعتبر جريمة، يعني تعتبر جريمة. الأخبار الكاذبة والإعلام الموجه هو من يجعل الدول التي لا تمتلك ديمقراطية بل وتحارب الديمقراطية في بلدها تهاجم مصر في ديمقراطيتها. خليني ابتدي من ابعد كمان، يعني خليني اقول انه البروباغندا علم وعلم لا يستهان به، وهتلاقي اللي مسيطر على البروباغندا في العالم كله هم مش هقول اليهود، اقول الصهاينه. فكره الهيمنه على البروباغندا وعلم، مش هقول ان احنا لا نجيده، نجيد العلم ولكن لا نعطيه اهميته
في هذا التوقيت، سواء كان من بتكلم هنا عن الإعلام، بتكلم هنا عن القوى الناعمة بشتى أشكالها، لأن قد إيه هي مهمة النهاردة السيطرة الأمريكية على الأفلام، وقد إيه هوليوود بتقدر إن هي مثلا وإحنا بنحتفل بأعياد أكتوبر هنلاقي إن هم عندهم فيلم أو فيلمين في السنة عن الحرب العالمية الثانية بكل أخطائهم، وإحنا إلى الآن الأفلام محدودة. مثلا بيصوروا البطل الامريكي وهو راجع من العراق ازاي بيشوف اطفاله اللي كان سايبهم في توقيت هو قاتل الاطفال. صحيح صحيح. فكره تزييف الحقائق عن طريق القوى الناعمه قد ايه مهم، وقد ايه لازم احنا كدوله نستشعر ان ده سلاح مهم لا يقل عن الاسلحه اللي في الجيش. صحيح. السبب بكل بساطه وهذا ما نفتقد له، السبب انه هم عندهم الاعتزاز بالهويه. واحنا مع الاسف في المسيطرين او غالبيه المسيطرين على الاعلام سواء الاعلام الالكتروني او ليس لديهم هويه، بالعكس هويتهم شعوبيه يطبل لدول دكتاتوريه، دول اسلاميه، دول ما فيش داعي نذكر الاسماء، لديها من الاخطاء اضعاف اضعاف ما لدينا من الاخطاء. لكن مشكلتنا احنا وهذا اللي ناقشناه احنا، وطبعا كانت هناك مداخله كبيره جدا للبروفيسور رضا امين في مساله درس الهويه، الاعتزاز بالقوميه العربيه يجب ان تتضمن رسالتنا الاعلاميه الاعتزاز في هويتنا. حرب اكتوبر هذه يجب ان نسوق لها في جميع العرب، في العصر الذي يصور لنا أعداءنا هو عصر الهزيمة بينما هناك لدينا نصر. يجب علينا في السنوات القادمة أن نغرس حرب أكتوبر وانتصارات حرب أكتوبر وهذا الانتصار الذي هزم أقوى جيش في هذه المنطقة سواء على المستوى الإعلامي أو حتى على المستوى التربوي. لذلك رسالة المؤتمرات ركزت على مفهوم غرس الهوية العربية في رسالتك في مخاطبتك للآخرين، حتى في استخدامك أنت لوسائل الإعلام، حينما تستخدم وسائل الإعلام فأنت تعبر عن هويتك المصرية هويتك العربية. عاوز أعرف أكتر عن المؤتمرات، ولكن دكتور رضا موجود معنا النهاردة، يعني الحقيقة مش هقدر أغفل النقطة دي وأعرف وجهة نظر حضرتك فيها، لأنه إحنا يعني لو هنتكلم حتى عن السعودية، السعودية ومصر عبر الأزمنة وهم دولتين كبار مهمين في العالم العربي مساندين لبعض بشكل كبير، ونهاردة السعودية بتتغير بشكل كبير جدا، بتهتم بالسينما، بتهتم بالدراما، بتستضيف فنانين ومبدعين مصريين وعرب. ازاي ممكن يكون في تعاونات بين دول كبرى بانتاج كبير سواء كان لبرامج تلفزيونية؟ هل ممكن يتم المشاركة عشان نقدر ان احنا يعني نغرس الانتماء اكثر زي ما حضرتك تفضلت وقلت؟ تمام. احنا لو بنتكلم عن المشهد الاعلامي الان، المشهد الإعلامي الآن اللي هو من خلاله يمكن تدعيم أواصر الهوية العربية والهوية القومية، الهوية دي أصلها إيه؟ هي عبارة عن أنا ذات، فأنا إذا اهتميت بذاتي، الذات ليست الذات الفردية كما هو الحال في الثقافة الغربية، إنما لما بنيجي نتكلم عن الذات في الثقافة العربية والثقافة الشرقية بشكل عام فإحنا بنتكلم عن الذات الفردية والمجتمعية معنا. طيب إذا كنا بنتكلم عن الهوية ودور وسائل الإعلام في تدعيم هذه الهوية الذاتية والهوية العربية والهوية المحلية، فاحنا بنشوف المشهد الاعلامي، بنحاول نفكك المشهد الاعلامي العالمي الان. المشهد الاعلامي الان العالمي الان زي ما حضرتك تفضلتي، البروباغندا والسيطره الكبرى من قبل القوى الكبرى في العالم، الحقيقه ده ناتج الى من وجهه نظري الى ان الاعلام بيتحول لفته الان من تراديشنال ميديا او المنصات الاعلام التقليدي بشكل كثيف جدا الى منصات الاعلام الرقمي او الديجيتال ميديا. منصات الاعلام الرقمي لو جينا نشوف النهارده، يعني فيسبوك بيشوفها مليار و200 او بيستخدمها مليار و200 اكثر من مليار و200 مليون مستخدم حول العالم. تويتر كذلك، يعني انستغرام، واتساب، تطبيقات التواصل الاجتماعي، كل هذه التطبيقات هي نشات في البيئه الغربيه ونحن مستخدمون لها. لا نستطيع اولا في بيئتنا أن يعني نتجنبها أو ننزوي عنها أو لا نستخدمها، لأن هذا واقع
يعني لا يمكن ابدا. اكبر دليل انه اصبح واقع هو يعني في ناس ممكن ما تبقاش عارفه هو بيحدد دخول بعض الدول او لا، يعني احيانا من خلال الانترفيو اللي بيعملوه للفيز عشان واحد عربي يدخل دوله اوروبيه او امريكيه مش هيكوا حساباته على السوشيال ميديا، ده حقيقي، ولما ما بيلاقوش ليه حساب بيقلقوا. انا اعرف ناس ما قدروش ان هم يدخلوا برغم ان الفيزا بتقول يدخلوا مثلا امريكا تمام. بسبب انه ما عندوش فيسبوك مثلا، لان بالنسبه له هو شخص غامض، هو هويه، هو بيحدد نوع من انواع اتجاهك صحيح. فهيعمل علامه استفهام عشان يجمع معلومات عنه اللي هي بتوفره له مجانا شبكات التواصل الاجتماعي. وبالتالي احنا الان اصبحنا ان شئنا التعبير اصبحنا مكشوفين على العالم، لان يعني كل فرد في مجتمعاتنا اصبح يعتبر يعني سهل جدا ان احنا نجمع معلومات او الاخر يجمع معلومات دقيقه عن كل فرد من افراد مجتمعنا. وبالتالي احنا هنا لابد ان احنا نوظف السوشيال ميديا والاعلام الرقمي بشكل جيد لتدعيم هويتنا. ازاي لتدعيم هويتنا؟ ان احنا اولا يبقى عندنا اعتزاز بلغتنا، يبقى عندنا اعتزاز بثقافتنا، يبقى عندنا اعتزاز بتراثنا. عملية الجلوباليزيشن او محاولة عولمة العالم وقولبة العالم في ثقافة واحدة، هذا الاسلوب الحقيقة يعني بامكانه ان يمسخ كثير من الشخصيات. احنا لا ندعو انا اسفه للمقاطعه حاجه، بس هنا في نقطه مهمه قوي ما اقدرش ان انا اعديها. حضرتك بتتكلم عن اعتزازنا بلغتنا، نعم. خلينا احنا المصريين بيقولوها بالعاميه عندنا عقده الخواجه، صحيح. ليه يعني حتى واحنا بنربي اولادنا تلاقي ان هو عايزه يتكلم انجليزي يا فرنساوي قبل ما بيتكلم العربي، في حين ان الطبيعي ان احنا نعلمه العربي الاول، وساعات بيبقى يعني اكسلنت في اللغه الانجليزيه ومستواه في اللغه العربيه ضعيف. ضعيف ده حقيقي، ده حقيقي. دي اشكاليه كبيره. احنا عايزين برضو، احنا مش بندعو للانغلاق. اللغه الانجليزيه هي لغه العلم الان ولغه العالم. في فرق بين الانغلاق وبين بالضبط. الاعتزاز انا بقول الكلام ده عشان يبقى فيه شكل متوازي للساده المشاهدين اللي بيشوفونا. احنا عايزين نتمثل قول لواحد اسمه المهاتما غاندي، كان له مقوله شهيره جدا، قال يجب أن أفتح نوافذي على كل ثقافات العالم بشرط ألا تقتلعني من جذوري. يعني نفتح نوافذنا على ثقافات العالم وعلى لغتهم وعلى تراثهم وندرس هؤلاء هذه الثقافات بشرط أن هذه التيارات الوافدة من النافذة لا تقتلعنا من جذورنا ولا يعني تنال من هويتنا الذاتية. فكرة مشاركة دولتين كبار مثلا، وده على سبيل المثال زي مصر والسعودية، حضرتك بتشوف ان ده ممكن يحقق نوع من انواع التعاونات المهمة اللي ممكن توزن الدفة شوية؟ او طبعا اكيد اكيد، وبالذات لان احنا بنتكلم عن دولتين بحجم جمهورية مصر العربية اللي هي يعني هذا التاريخ وهذا الارث العتيق و104 مليون نسمة، يعني بنتكلم عن قوة كبيرة في المجالات المتعددة، وبنتكلم عن بلد كبير ايضا بحجم المملكة العربية السعودية اللي هو في بلاد الحرمين الشريفين واللي هو في كل هذا التطور العمراني والنهضوي واللي ليها يعني خصوصية كبيرة جدا عند كل واحد فينا، عند كل عربي وكل مسلم في العالم. وبالتالي اذا كان هاتين الدولتين هما القوتين يعني الاكثر تأثيرا في المنطقة، لا اقول فقط المنطقة العربية انما يمكن في العالم او في المنطقة اللي احنا فيها، فالتعاون لا شك ان هو هيؤدي الى نتائج ايجابيه على مساله الهويه اللي احنا بنتكلم عنها وعلى صحيح. الحقيقه يعني خليني اقول انه مع دكتور طارق التعاونات اللي زي دي بتقلق مش هقول الاعداء الواضحين، بتقلق الاعداء اللي من وراء الستار اللي حضرتك تحدثت عنهم، الدويلة، الدول أخرى بتحاول إن هي يعني تؤثر في المنطقة بشكل صعب على المواطنين. زمان كان لما بيحبوا إن هم يتجسسوا كان التجسس على أنواع الأسلحة، على المفاعلات النووية وما إلى ذلك. النهاردة التجسس بقى على حالة المواطن، بقى إزاي يشتغل على مواطن الضعف وإزاي يخفى المواطن القوة ويكسرها طول الوقت. لو في انتصار كأنه مكان، ولو في نقطة ضعف حتى وإن كانت بسيطة تفخم وتعظم بشكل كبير. إزاي حضرتك بتواجه هذه المشكلة؟ وخليني أتكلم كلام علمي، يعني إزاي الإعلام النهاردة المفروض أنه هو يواجه بشكل خليني أقول حرفي مثل هذه البرامج أو هذه القنوات أو المنابر زي ما حضرتك ذكرت؟ طبعا بداية خليني بس للمشاهد المصري أو المشاهد العربي يعرف نقطة كبيرة جدا. كانت هناك مؤامرة لتقطيع أوصال الأمة العربية، كان السلاح الأول فيها هو الإعلام الذي يعتبره هو سلاح الهندسة في الجيش، يعني بيضبط الأمور زي ما تقولوا أنتم في
في المصري. فشنوا حملات كبيرة جدا على الأنظمة العربية وعلى المجتمعات العربية وتستروا في عملوا لنا قنوات باسمنا صحيح وتستروا في حاجات المواطن تحريض المواطن بطريقة مباشرة والغيمون. سقطت بعض الدول العربية لكن رب العالمين ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، حفظ مصر ودعوة سيدنا إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمن، حفظ المملكة العربية السعودية. فبحفظ رب العالمين ثم بجهود هالشعبين استطاع العالم العربي أن يقف أو 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 خلينا نقول يوقف هذا الدمار. يعني الآن بنعيد الآن ممكن هنا أقول يعني هل إحنا قدرنا نوقف هذا الدمار ولا أجلناه؟ لأنه أنا دايما بخاف عندنا إحنا كشعوب عربية نقدر نقول إن إحنا حماسيين عاطفيين، ففكرة الاستقرار والاطمئنان إنه تم الاستقرار بيخلينا نتخاذل شوية أو نرجع خطوتين لورا. فهل إحنا أوقفنا المؤامرات ولا أجلناها وعلينا الاستيقاظ؟ أنا الصراحة بحييك أستاذة سارة، يعني ما شاء الله عليها متمكنة في الإعلام وفي النقاش. أشكرك. هذه شهادة أنا بعتبرها. لا ده عشان حواركم ممتع. إحنا أوقفنا وبدأنا بالإعادة والدليل على ذلك دخلنا في ليبيا وتم تقليم نص أظافرهم. السودان رجع للحاضنة العربية بعد ما كان مع التحالف الشعوبي، التحالف الشعوبي هو ثلاث دول معروفة ما في داعي يعني أنا أذكرها، دولتين إسلاميات أو تدعي إسلامية ودولة خليجية. العراق الآن بدأ ينتفض ويعود إلى الحضن العربي، لبنان الآن، اليمن، فإحنا أوقفنا وبدأنا. مصر الآن مع السعودية مع الإمارات بحاربوا، يعني تركوا بلدانهم. الآن بدأوا في تنظيف طبعاً البيوت العربية من هذه المؤتمرات. فأنا أتفضل لو تسمح لي دكتور طارق، بالنسبة لسؤال المؤامرات أنا أعتقد من وجهة نظري أن المؤامرات لن تنتهي. صحيح. طالما أنت إنسان حتى على المستوى الفردي، طالما أنت إنسان ناجح وبتحقق إنجازات، فالمؤامرات إذا ما لم توجه إليك المؤامرات فاعلم أنك على يعني على غير الطريق الصواب. فالمؤامرات على دول كبيرة بحجم مصر بحجم المملكة العربية السعودية مؤامرات لن تنتهي، إنما إحنا يعني دورنا إحنا إن إحنا يكون يقظين. دورنا بقى هو ده اللي إحنا بنتكلم عليه في الإعلام، دور الإعلام إن هو يعمل مسألة توعية شعبية. طب على تفضل يا فندم. دكتور طارق أنا أعرفه يعني ذو اتجاه قومي ويدافع عن القومية والهوية العربية، احنا عايزين نوسع مثل هذه التيارات. احنا عايزين نحيي مسألة ان احنا نعتز بهويتنا العربية ونعتز بمناطق الانجاز اللي عندنا ونزود مناطق الانجاز. احنا يعني طبعا احنا عندنا مش راضيين عن يعني ممكن تكون مناطق الانجاز قليلة تحتاج الى دعم تحتاج الى زيادة. احنا عايزين نزيد هذه المناطق وفي نفس الوقت نعتز ونفخر به ان لدينا يعني مكونات هوية نلتف حولها ويعني نعتز بها ايام اعتزاز. اختلافنا احيانا بشوف انه اختلافنا وليس خلافاتنا نقطة قوة. نعم. يعني لو اتكلمنا حتى عن مصر احنا عندنا ثقافات متعددة باشكال تنوع رائع، الاستفادة من ثقافة مختلفة زي المملكة العربية السعودية. دايما في ختام اي برنامج او في اي مكان دايما بقول على السيدة العربية، ودايما اقول ان تربيتنا لاولادنا امن قومي، وحضرتك بتتحدثوا عن تنظيف البيوت من الداخل لن تتم الا بالام المصريه او بالام العربيه. ازاي النهارده الاعلام يكون متخصص اكتر؟ يعني ازاي النهارده بنشوف البرامج الخاصه بالنساء بيبقى فيها تحفيز، يبقى فيها شق صف وكاننا في خناقه بين الرجل والمراه، في حين ان الله سبحانه وتعالى خلقنا في علاقه تكامليه. ازاي انا واحنا بنختص ببرامج الاسره تحديدا او بالبرامج الخاصه بالسيدات والام مدرسه، وحضرتك تحدثت عن الام اعلاميه، ازاي انا اقدر اهتم بالأم العربية اللي هي يعني بتربي نصف المجتمع؟ ما هي مش بس نصف المجتمع، هي كمان بتربي النصف الآخر فهي المجتمع. صحيح. هل فكرة التخصص في الإعلام في وقت زي ده والسؤال لحضراتكم انتوا الاثنين مهم؟ مهم جدا، وذكرت نقطة مهمة جدا قد تكون خافية على حتى كبار صناع الإعلام، وأنا بروفيسور يعني أؤكد المرة الثانية على
الأسئلة اللي بتسألها. شكراً. يعني فعلاً أنت بتناقشي قضايا الأمة وقضايا المجتمع المصري. طبعاً هو البداية في البداية الإعلام إذا لم تعبر فيه عن هويتك وعن وجودك وعن الأنا وأنا المجتمع فليس بإعلام، وهذا أيضا ينطبق على الأم، وعليها يمكن خلينا نقول 75% من المهمة الإعلامية على ست البيت واللي موجودها. الشيء الثاني، يجب على الدولة العربية أو النظام العربي أن تضع حدود لتصوير المرأة أو تصوير الأسرة المصرية أو الأسرة العربية، خطوط حمراء يجب أن لا تتعداها. يعني حينما تأتي في مسلسل عن عائلة مفككة والأم، هذه حالة فردية، أنت تساهم بطريقة غير مباشرة في تعميم هذه أو في غرس أنه هذا ظاهرة موجودة في المجتمع. فهنا يجب على الدولة، يجب على منظمات الأسرة والمرأة أن يكون لها تواجد أيضا في مراقبة ما يبث أو ما يتعلق في الأسرة وفي المرأة. كلام رائع. عايز أقول لحضرتك إن هم حتى من سنوات أوقفوا في أمريكا وفي الدول المتقدمة فكرة تسليع المرأة وفكرة ترويج لمنتج معين عن طريق جسد المرأة، أو يعني هم وهم يعني بعيدين عن الأديان ولكن اتجهوا هذا الاتجاه. قد إيه مهم اهتمامنا بالمرأة على اعتبار أن هي يعني المسؤولة الأولى عن الكينونة الرئيسية لأي مجتمع وهي الأسرة العربية؟ هي نصف المجتمع طبعا، يعني هي وهي اللي بتعد الأجيال القادمة لبناء الأوطان. وبالتالي نرجع تاني نقول ان وسائل الاعلام بتؤثر على المرأة كما تؤثر على الرجل. احنا من هنا من خلال هذا البرنامج بنوجه يعني توصيتنا للقائمين على كل البرامج المتعلقة بالأسرة والإنتاج الدرامي الإعلامي، ان هم يعني لا يركزوا فقط على الجوانب السلبية في المجتمع. مش عايزين برضو نقول ان هم بس يبرزوا الجوانب المضيئة، لا، يعني تناول يبقى فيه شكل من اشكال التوازن في العرض الإعلامي. لأن لما بنقول الإعلام مثلا هو مرآة تعكس الواقع الثقافي والاجتماعي والسياسي في المجتمع، فالمرآة دي بتشوف الجانبين، فليس من المقبول أبدا أن احنا نبص إلى نصف الكوب الفارغ فقط ونضع عليه نقاط ضوء كبيرة ونسلط الضوء عليها ونقدمها في المجتمع وكأن المجتمع مليء بالسلبيات. إنما لابد أن تكون رؤيتنا كإعلاميين رؤية متوازنة للمجتمع حتى نقوم نؤدي رسالتنا في هذا المجتمع بشكل جيد ونعيد نهضة هذه الروح التي ننادي بها. بشكركم جدا على وجودكم معايا، أنا شخصيا استمتعت بوجودكم معانا. بنشكر دكتور طارق الشيخان رئيس مؤتمرات الشرق الأوسط للاستراتيجيات الإعلامية، بشكرك. وبشكر أستاذ الدكتور رضا أمين وكيل كلية الإعلام بجامعة الأزهر، بشكرك جزيلا وشكرا. بشكرك، بشكر حضراتكم لحسن متابعتنا لهذه الفقرة. صحيح يعني الخبر بيبقى ممتع لما بيبقى مثير، كان دايما يقولوا لنا انه لو قلنا ان في واحد عضه كلب ده مش خبر مثير جدا، انما لو قلنا انه في واحد عض كلب الناس كلها هتجري على الخبر. على قد إثارة الخبر خلينا على قد مستوى اللحظة الحاسمة لأوطاننا، احنا في حرب مع الزمن، حرب مع الوقت، حرب مع عدو مستتر، فعلينا ان احنا نتقي الله قبل ما ننشر اي كلمة. واللي خرجنا بيه من حوارنا انه كل واحد فينا اعلامي بطريقته، خلينا نكون اعلاميين شرفاء لصالح أوطاننا. نطلع لهذا الفاصل ونرجع على طول وفن المونولوج، فن مهم جدا لنقد وللتسلية وغيره، انتظروه بعد هذا الفاصل. المونولوجيست فيصل خورشيد. المونولوج أو حديث النفس هو فن من الفنون الشعبية العربية، ولون ساخر من الغناء وحادي الأداء، يخوض في واقع المجتمعات، يرصد وينقد بطريقته الخاصة، اكتسب شعبية كبيرة لمحاكاته الواقع والتعبير عن هموم مجتمعه. انقرض هذا الفن
بعد أن تناقص محبي وفنانوه وغرق بعضهم في التقليد وهجروا هذا اللون الذي كان الأكثر شعبية في المسرح والسينما. فن المونولوج فن جميل وراقي جدا على فكرة، الناس كلها بتفتكر ان هو فن مش بس، بالعكس فن المونولوج فن جميل وراقي، وفي ناس كتيرة قوي مشهورة بيه يعني من زمان قوي. اسماعيل ياسين بقى وشكوك وان هما بيقدموا فن كوميدي للناس للطبقة الشعبية، وحتى كل الطبقات بتحبه يعني. كان اسماعيل ياسين وشكوك، محمود شكوك انا اعرفه من شكوك واسماعيل ياسين، الاغاني اللي هو كان بيغنيها وكده، بس يا ريت انها تظهر تاني يعني، خصوصا لما اسماعيل ياسين وشكوك كان بيعملوا من فن المونولوج ده. افتكر من انا عندي 59 سنه افتكر شكوك مثلا واسماعيل ياسين والناس دي، كانت بتعمل حاجات هادفه وبتقول حاجات ملموسه ومفهومه. عرف هذا الفن نجوما كبارا بدأوا حياتهم بأدائه، من بينهم يوسف وهبي ونجيب الريحاني وحسن فايق، وكان الطريق للسينما يبدأ من المونولوج، وأشهر مونولوجيست فتحت له السينما أبوابها هو إسماعيل ياسين، ولم تتوقف السينما عن الاستعانة بنجوم المونولوج مثل محمود شكوكو وأحمد الحداد وأحمد غانم وسيد الملاح وثريا حلمي ولبلبة وحمادة سلطان، وصولا إلى فيصل خرشد. إسماعيل ياسين، شكوكو، الناس دي كانت لذيذة. إسماعيل ياسين وشكوكو، محمود شكوكو برضو، والناس دول يعني خلقوا التراث، وهو يعني قيمة كبيرة للوطن. اسماعيل ياسين طبعا فن المونولوج طبعا كان يعتبر هو قائد فن المونولوج، وهو صاحب البسمة الجميلة، ومحمود شكوكو، وتهيالي في ناس تانية بس دولت الأكتر ناس يعني أنا فاكرهم. فن المونولوج ده فن راقي، فن قديم، يعني لون من ألوان الفن الشعبي، بيخاطب بيوصل المعلومة في فن هادف. المونولوج قديما كان يرسم البسمة على الوجوه ويخاطب الجمهور بطريقة لطيفة، كما كان يوجه النقد الاجتماعي الساخر عكس اليوم الذي اختفى فيه النقد من الأغاني. إن المونولوج كان مرتبطا بالأغنية الشعبية، واختفائها تسبب في اختفاء المونولوج، خاصة أن ما يقدم الآن في الشارع ليس له علاقة بالأغنية الشعبية. وقدم إسماعيل ياسين أشهر المونولوجات في تاريخه، وكان أبرزهم الدنيا متعبة، إحنا التلاتة، ما تستعجبش، وضحك. رجعنا لحضراتكم على طول. الضحكة عموما مش سهلة، أي فنان ممكن يبكي الجمهور، إنما عشان يضحكوا من قلبه دي حاجة مش سهلة، فما بالكم لو كان لايف أو على المسرح وهو بيقابل الناس وجها لوجه. معروف فن المونولوج في العالم كله، بره بيسموه ستاند اب شو، هنا بنسميه المونولوج. ليه تاريخ طويل في مصر، لانه زي ما احنا عارفين دايما يقولوا مصريين شعب ابن نكته، بيجتازوا مشاكلهم بالنكته. ازاي المونولوج ناقد مجتمعي قوي لازع وفي نفس الوقت بيحقق ضحكه؟ خلونا نتكلم مع ملك المونولوج في مصر والمونولوجيست الفنان فيصل خرشد. اهلا بحضرتك. اهلا بيكي واهلا بكل الساده المشاهدين. اولا الاول ممكن اقلع النضاره؟ طبعا اتفضل. طيب بنصبح عليك. احنا اللي بنصبح عليكم، وايها المواطن المصري احنا بنصبح عليك. صباح الخير. صباح الخير. طبعا احنا واحنا في شهر اكتوبر
وأكتوبر يعني من الأعياد المجيدة عند المصريين وقد إيه هو انتصار كبير ومهم. وطبعا قبليها كان حرب الاستنزاف وقبليهم النكسة. المصريين ما قدروش يتعدوا المشكلات الصعبة ولحظات الانهزام إلا بالنكتة وبالمونولوج. أنا عارفة أن حضرتك ليك مشاركة في حرب أكتوبر. الحمد لله، ده طبعا من نعم ربنا عليا. إنما ساعة ما حصلت حرب أكتوبر، أو تحديدا يعني علاقتي بحرب أكتوبر ما بدأتش بسنة 73 لما كنت في القوات المسلحة، هي بدأت ساعة النكسة. فكان عندي مثلا حوالي 12 سنة أو 13 سنة، وبنتقل من مرحلة الابتدائية لمرحلة الإعدادية. فلم حصل راجل ولم حصل طفل، فأنا لسه فتى. فالموضوع حصل معايا أيام ما كنا صغيرين، وحصلت النكسة وحصلت الانتكاسة وبتاع. فالواحد طبعا شايف في روح انهزامية موجودة في مصر وكده. بدأ الوعي بتاعي ينضج شوية تدريجيا. دخلت المدرسة الثانوية، وكنت بعد ما خلصت الإعدادية بداية دخلت معسكر. أول حاجة فريق الكشافة، كنت بحب الحاجة التنظيمية يعني اللي فيها نظام وكده بس. وحبيت بقى من خلال فريق الكشافة ان انا البس لبس معين مختلف عن اللبس بتاع اعدادي. فجيت في ثانوي، كنت حابب اخش ثانوي وعايز اكبر بسرعة عشان البس لبس التربية العسكرية. كانوا زمان بيسموه لبس الفتوة، الفتوة اللي هي مادة اسمها الفتوة يعني، او التربية العسكرية. فكنت حابب اخش ثانوي علشان البس اللبس بتاع التربية العسكرية ده، ولكن حظي كان وحش. لما دخلت ثانوي ما دخلتش ثانوي عام، دخلت ثانوي تجاري. فاتضح انه كان التربيه العسكريه دي لثانوي عام فقط يعني. فهنا اول حلم ما اتحققش. وجت بقى حصلت وفاه الرئيس جمال عبد الناصر سنه 70 وكده. وجيت في سنه 92 ما كنتش لسه دخلت. سنه كام؟ 72. ما كنتش دخلت، خلصت تقريبا سنه ثانيه ثانوي تقريبا يعني. بس بيني وبين نفسي كده خدت قرار، انا دايما قراراتي كلها متمرده حتى وانا صغير، قراراتي متمرده وبتمشي على اي حد حتى لو فيها ضرر ليا اعتقادا مني. انا بعتقد وقتها بتبقى عارف انه لمصلحتك حتى لو في ضرر. فقلت انا هتطوع في الجيش في السن صغير. والدي بقى وكل العيله لا 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 لا، وكان في اصرار انا عايز اخش الجيش، مش هذاكر تاني خلاص انا قفلت. يا طب لو عايز تخش الجيش استنى اما تاخد دبلوم، السنه الجايه تبقى في الدبلوم وتطوع بالدبلوم. لا لا خلاص دخلت الجيش. دخلت الجيش 10/8، انا كل حاجه عندي بالتواريخ خلي بالك. فطوعت في قوات المسلحه بتاريخ 10/8/72، وطلعت الاول على الثاني على الدفعه، وقعدت هنا كقوه اساسيه. وبعدين قدمت التماس ان انا عايز اتنقل الجبهه، رغم ان انا بنزل كل يوم مبيت هنا، بس كنت بنزل مبيت وبمارس عملي الفني في الافراح واعياد الميلاد ومع فرق موسيقيه لان بحب الموضوع قوي. وكان ده بيخليني ما اقدرش اروح احضر الطوابير بتاعه الصباح. الجيش مجهود جبار يعني، جامد جدا، وتدريبات جباره وكل ده، وما كنتش اعرف كل ده اصلا ان ده الاعداد الجيد للمعركه. لغايه ما اتنقلت السويس لقيادة الجيش الثالث في 20/9/73، وحدثت الحرب وقامت المعركه، وانا كنت في قياده الجيش الثالث. وحاولت انزل حتى اجازه عشان اقول لهم في البيت ان انا اتنقلت، كانت الاجازات اتوقفت. فاول اجازه خدتها كانت يوم 14 فبراير سنة 74. لما تبلغت، وأنا هنا بكلم كمان إيه يعني، بكلم المحب للجيش وللصعقة من وهو صغير، وبكلم كمان روح الفنان. مشاعرك ساعة ما عرفت إن إحنا هنحارب؟
انا كان كل ما في الامر يعني لقيت لما اتنقلت للجبهه لقيت استعدادات غير اللي موجوده في القاهره هنا. مختلفه في خوذه وفي سلاح بنستلمه وكده. انا كنت هنا في مركز تدريب فكنت بعلم يعني معلم الدفعات والعساكر المستجدين اللي بتيجي انا بعلمهم التربيه العسكريه بعلمهم صفه وانتباه التعليم الاولي. لما رحت وعرفت ان انت هتحارب انا سالتهم ليه الاستعداد دي؟ قالوا لي ده مشروع بنعمله كل سنه تدريب على خطه العبور. فقلت ماشي خلاص لان ما كانش حد يعرف فيه خالص في ضباط ما كانوش يعرفوا تدريب على خطه العبور. اوكي احنا معاكم في تدريب على خطه العبور ماشي انا عامل ايه. فلقيت مصطلحات بتتقال لي انا اول مره اسمعها فسالت يعني ايه دي؟ زي ايه؟ زي مثلا قالوا لنا القائد بتاعنا قال لنا يا جماعه الكلام ده يوم مثلا 4 اكتوبر قال لنا احنا اسمنا الاسبقيه الثالثه. فيعني ايه يا فندم الاسبقيه الثالثه عشان لسه جاي جديد انا ما اعرفش. قال لي الاسبقيه الثالثه يعني احنا هنعبر بعد اول ناس تعبر ب 13 ساعه. ف ساعتها قلت بقى الراجل ده بقى عليه مجنون. نعبر فين؟ فهم بيقولوا لي احنا بنعمل مشروع تدريب على خطه العبور. فقلت خلاص بقى يبقى احنا في الخطه اللي هتتعمل مناوره ده مشروع حاجه اسمها مشروع يعني اللي هي مناوره يعني. بس قلت يبقى الراجل ده بيتكلم عن اننا داخلين في المناوره اللي بيعملوها كل سنه. فكانت الحرب ما كانش حد مصدق كانت الحرب الحقيقيه يعني. بفتكر انه كان يوم سبت وكنا في رمضان واحنا اتنقلت من المكان اللي احنا فيه تقدمنا في اتجاه خط القناه في اتجاه قناه السويس للانضمام الى قياده الفرقه. لما تقدمنا قدام رحنا وصلنا تقريبا كان يوم الجمعه بالليل. يوم الجمعه ده بالنسبه للجنود بيبقى حاجه اسمها شؤون اداريه. اللي عايز يغسل افرول بتاعه، اللي عايز يحلق دقنه، اللي عايز يروح يقص شعره، اللي عايز تفاصيل يعني حاجات كده تفاصيل بتاع شؤون اداريه. فتأجل اليوم ده بتاع يوم الجمعه وجينا يوم السبت. القائد قال لنا خدنا يوم السبت النهارده شؤون اداريه بدل يوم الجمعه بتاع امبارح. فبدأنا الناس بقى ترتاح شويه فكت بقى كلنا فكينا بقى واللي خد بعضه وخد حمام واللي غسل هدومه. وانا واحد من الناس زي بقيه العساكر غسلت هدومي وطالع على تب عاليه انشرها كده وجبت شوبه وشوبتين وحته حبل وحاجات كده وبتصرف. الجيش بيقول اتصرف. انا بنشر بس الافرول كده اهو ولقيت الطيران ده فوق دماغي متوجه ناحيه سينا وانا شايف صحراء سينا على بعد مرمى البصر كده. الطيران لقيته فوقية على طول ورا بعض اسراب بقى طيران تك تك. لقيت سمعت ده الضرب نفتح الرادار لقينا مرشات عسكريه دي انا الجانب التاني ده الجانب اللي احنا ما نعرفوش عن الفنان فيصل خورشيد. الوقت جري معاك بسرعه. عايز اعرف ازاي بقى المونولوج يعني جه في حياتك والمونولوجيست فيصل خورشيد نجحت بشكل كبير جدا في هذا المجال. برضه عشان يعني عشان يبقى في متسع من الوقت يعني او عشان ما فيش متسع من الوقت اصل اقول انا بحب المونولوج من زمان. وبعدين لما دخلت القوات المسلحه قلت خلاص الكارير بتاعي هيتغير. اي كارير يعني حضرتك مثلا يعني او حد عايزه تشتغل مذيعة وبعدين قدمت ففشلت فغيرت بقت تشتغل حاجه تاني مثلا فنون جميله اداب مسرح بتاع كده. بس كان كنت بقى خلاص سبت الكارير ده وبعدين لقيت نفسي بقيت في المعركه. وانا في المعركه بقى اللي هو يعني انا هربان عشان مش عارف امارس هوايتي فهربت من البيت. اتطوعت في القوات المسلحه ورحت الجيش. وانا جوه في المعركه حصلت الثغره بتاعت الدفر سوار. كنت ببقى واقف خدمه من الساعه 12 بالليل لغايه 6 الصبح. لما حصلت الحاجات دي بقى في حصل وقف اطلاق نار في سكون تام. فبدات وانا واقف خدمه اقول يا ليل يا عين مع نفسي كده بضيع الوقت عشان من 12 ل 6 الصبح كتير جدا. فبقيت اقول يا ليل يا عين. فبقيت الاقي عساكر واقفين خدمات حواليا يردوا عليا وفي استحسان من الناس. لدرجه ان انا بقى ايه المخزون الفني عندي قليل برضه لسه زعيل صغير. انا كنت 19 سنه وانا عندي ملكه الاختزان يعني الحمد لله عندي ملكه الاختزان كويسه قوي. فمختزن في داخلي وفي ذاكرتي بعض خطب للرئيس جمال عبد الناصر والرئيس انور السادات وبتاع.
وكنا بنسمع الراديو، عندنا راديو ترانزيسكو كده، فلما اجي اسمع الراديو الاقي الارسال بتاع مصر ضعيف انما الارسال بتاع اسرائيل اقوى. كنت اول مره اسمع لما بيقولوا دار الاذاعه الاسرائيليه في اورشليم القدس هنا، فقلت طب والله لا انا راديو مصر، ها انا هبقى راديو مصر. تلقائي ما اعرفش حتى يعني فيما بعد عرفت، او اول تكريم ليا في حياتي كان بسبب ان انا كنت برفع الروح المعنويه للجنود اثناء الحصار، ده اول تكريم ليا دون ان اعلم، ما كنتش اعرف. بس هو ده كان فعلا الروح دي كانت موجوده، وكان موجوده والله. طب خليني واحنا بنختم مع حضرتك تقول لنا حاجه، مختزن حاجه تقولها لنا نختم بيها يعني، ما حاجه بسيطه يعني. لا انا اخر مونولوج قدمته يمكن يعيش على على يعيش وقت طويل قوي، علشان بيتكلم عن المشكله موجوده بنتابعها دايما، عن زياده اسعار او ارتفاع الاسعار. يلا فبقول منهم بعض التجار ولا ليهم صاحب ولا جار، لو دخلوا مدوره اولمبيه انا راهن مليون في المية راح ياخدوا الجائزه الذهبيه في بطوله رفع الاسعار. منهم بعض التجار. وبتناول بقى دكتور بيتاجر بشهادته لو راح لمريض بره عيادته بيقول له انا عمرك لو خدته ما يجازي حتى المشوار. منهم بعض التجار، ما بتكلمش على الكل، بقول بعض التجار. واعتقد ان مشكله ارتفاع الاسعار وزياده الاسعار يعني بشكل مستمر ومستمره معانا من زمان. وكنت بقول ده واحد راح للجزار قال له بكام كيلو اللحمه؟ قال له ب 100 جنيه، قال له اديني 2 كيلو لحمه. فاداله 2 كيلو لحمه، الراجل طلع 200 جنيه اداهم للجزار، الجزار قال عايز 240 جنيه. قالوا لي يا عم مش انا سالتك قلت لك كيلو اللحمه بكام؟ قلت لي ب 100 جنيه. ادي 200 جنيه ده 3 كيلو. قال له ساعه ما سالتني كانت ب 200 جنيه. يا اوكي. انا بشكر حضرتك جدا، وبناكد ان هم بعض التجار مش كل التجار. بشكرك على وجودك معانا. بنشكر المونولوجيست استاذ فيصل خرشد، بشكرك وامتعتنا حتى وان كان الوقت بسيط. ربنا يخليكي، بشكرك وبشكر كل الساده المسؤولين على اعداد البرنامج. وعايز اقول لك حاجه مهمه جدا، برغم كل اي اغراءات او قنوات فضائيه، اول ما تلفزيون بلدي بيقولوا لي عايزينك عمري ما بقدر اتاخر عن المسبيرو، لان المسبيرو ده وتلفزيون بلدي هو اللي عرف الناس ليا، فليه افضل عليا وعلى كثير جدا من الفنانين. بشكركم وبشكر اداره القناه وبشكر رئاسه القناه وبشكر كل تلفزيون جمهوريه مصر العربيه وبصفه خاصه اسره البرنامج بنصبح عليك. بشكرك يا فندم. وعايزه اقول لحضرتك انه يعني كتير بنتكلم عن الحرب، وكتير بنستضيف يعني ناس تكلمنا عن الحرب بشتى يعني وظائفهم، وحضرتك لما بتحكي بيجي على بالنا حاجه واحده بس، يا بختك، لان انت بتحكي بطريقه حلوه بتحسسنا قد ايه كان متعه وجودك هناك. بشكرك، ودي الاخلاق الجميله لكل المصريين خصوصا لو كانوا خفاف الدم كمان. بشكركم مشاهدينا الكرام على حسن متابعتكم لحلقتنا النهارده كانت حلقه يوم الجمعه اللي بنصبح عليك. دائما وابدا اسلام يا مصر بمسلميك ومسيحيك رغم انف الحاقدين والمتآمرين. شكرا والى اللقاء، وتحيا مصر.